أكد السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية خلال استضافته عن بعد في برنامج ترابط 2 الذي ينظمه معهد البحرين للتنمية السياسية أن الخدمات التي تقدمها الهيئة وتطوير الخدمات للهيئة جزء من التوجيهات الملكية السامية في توظيف التقنيات الحديثة لمواكبة التطور. وأشار القائد إلى دور الهيئة في تسهيل العملية التعليمية وتعاونها مع مختلف وزارات المملكة في تفعيل تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل كبير وجلي في مملكة البحرين. لتسليط الضوء على التشريعات والمبادرات التنموية للرقي بالخدمات الحكومية، أكد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية السيد محمد علي القائد ضمن الجلسة الخامسة لبرنامج ترابط 2 الذي ينظمه معهد البحرين للتنمية السياسية أن مملكة البحرين من أفضل دول العالم في التصدي للجائحة وأثارها، وذلك استجابة لقرارات مجلس الوزراء الموقر برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر واللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهم الله. طبعا أحب أتوجه بالشكر الجزيل لمعهد البحرين للتنمية السياسية على هذه البرنامج وعلى هذا اللقاء. أهمية برنامج ترابط في التواصل مع الجمهور أخذ أراءهم مهم جدا، لأن يعتبر وسيلة من الوسائل الأساسية التي تساهم في تطوير العمل الحكومي، في تقديم خدمات بشكل أفضل، في تطوير الاستراتيجيات والخطط الموجودة لدى الجهات الحكومية. لذلك يعني نعطي احنا اهتمام كبير بها مثل هذه اللقاءات، ونحاول من خلالها ان احنا ناخذ آراء اللي توصل لنا ونطور من عملنا من خلالها. هذا وتواصل الهيئة في تطوير واستمرارية خدماتها الحكومية، بالإضافة إلى حرصها في تسهيل الإجراءات الخاصة باحتياجات المواطنين، فقد تنوعت خدماتها ومبادراتها في عقد الاجتماعات الإلكترونية، بالإضافة إلى نقل المنظومة التعليمية إلى السحابة الإلكترونية، ناهيك عن إطلاق خدمات إلكترونية جديدة وصلت إلى 45 خدمة، مضافة إلى حزمة الخدمات وتوفير تطبيق مجتمع واعي. استعرضنا من خلال لقاء اليوم عدد من المحاور أهمها دور الهيئة من خلال تقديم خدمات متميزة للجمهور. نتكلم عن تقريبا 470 خدمة موجودة اليوم إلكترونية تقدم، عدد الزيارات طبعا على الموقع أكثر من 5.5 مليون خلال 2020، المبالغ اللي تم جمعها 74 مليون دينار، تم إطلاق 47 خدمة مؤخرا. إضافة لذلك وزارة الداخلية والجهات المنتسبة لها، مؤخرا معالي وزير الداخلية أطلق 8 خدمات إلكترونية لمختلف الإدارات التابعة لوزارة الداخلية. أطلقنا في شهر مارس 12 خدمة للهيئة، نعمل خلال الفترة القادمة لتقديم أيضا يعني حوالي 30-40 خدمة مختلف الإدارات العامة لوزارة الداخلية. نعمل مع الوزارات لتنفيذ خطة التحول الإلكتروني الشامل بتوجيه مجلس الوزراء الموقر. هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية قدمت منذ تدشينها حتى اليوم 470 خدمة إلكترونية متكاملة بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية، ما يعكس الزيادة الواضحة في إقبال الجمهور على النظام في ظل زيادة وتيرة التحول الإلكتروني للخدمات الحكومية في الفترة الأخيرة. استمرارا للاتصال والتواصل المؤسسي بين الحكومة والمواطنين، اللقاء الخامس من برنامج ترابط 2 يؤكد على الدور الكبير الذي تقوم به هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في تسهيل الإجراءات وتيسيرها بين كافة أجهزة الدولة، بالإضافة إلى الخدمات التي تقدم للمواطنين والقطاعات كافة في ظل استمرار تصدي مملكة البحرين لجائحة كورونا. طلعنا في مركز الأخبار. Mais on va faire.